أتمنى أروح اسمه جبل سمحان. جبل سمحان هنا. أتمنى أشوفني فوق الغيوم. أها. أبي أشوف هذا. الله. لأن هذه نصيحة كثير من الفنانين الكبار عطوني إياها، إن لا تخلين سقف لطموحك. منهم الفنان الكبير محمد المنصور أوجه له تحية. دائما كان يردد عليها الجملة. لا تقولين أنا إذا سألتي سؤال شنو تطمحين له، لا تقولي قولي كلمة واحدة ما عندي حدود لطموحي.